تمشينا المرحلة الثانية للعام التدريبي 2022. قطرة عرق في التدريب قد توفر قطرة دم في المعركة، حكمة عسكرية تضعها قيادة الجيش الوطني في الحسبان، إذ يبدو الحرص على إكساب المهارات ورفع الجاهزية لدى منتسبي الجيش من خلال التدريب والتأهيل الذي توليه وزارة الدفاع اهتماماً خاصاً، حيث احتفلت بإتمام المرحلة الأولى من العام التدريبي 2022 وتدشين المرحلة الثانية منه. إن احتفالنا اليوم بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي للعام 2022 وتوديع المرحلة الأولى وما تم فيها من تنفيذ للخطة التدريبية للدورات المختلفة في شتى المجالات القتالية والتخصصية وتأهيل الضباط والصف والجنود لرفع كفاءة القوات المسلحة ورفع جاهزيتها، وها نحن اليوم ندشن المرحلة الثانية بإذن الله ببرامج وأنشطة بأكثر نشاطاً وفعالية. تضمن الحفل تخريج دفع جديدة تأهلت في عدد من المجالات التخصصية والقتالية وتأهيل الضباط والصف والجنود لرفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة وإكسابهم المهارات المطلوبة لتعزيز جاهزيتهم القتالية واستعدادهم لاستكمال استعادة الدولة وتحرير الوطن من ميليشيات الكهنوت الحوثي والدفاع عنه ضد أي أخطار داخلية أو خارجية. افخروا أنتم تدافعون عن الحرية، عن هويتكم اليمنية العربية، بل وتدافعون عن الإنسانية ضد مشروع ملالي الشر، ملالي الشر الإيرانية ومشروع الكراهية والحقد والعبودية. تخلل الحفل مشاركات وقصائد شعرية أكدت على جاهزية الجيش واستعداده القتالي، واختتم بعرض عسكري عكس مهارة منتسبي القوات المسلحة وقدراتهم العسكرية المختلفة. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.